بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. سعيدنا عمرو وادي، أنا أكون معكم في اللقاء الثامن من مادة القانون الجنائي مع التعمق لأستاذنا الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، المقرر الدراسي الدليل الجنائي الإلكتروني دراسة مقررة. والنهارده هنتكلم على الباب الثالث زي ما احنا اتفقنا، ولكن برضو قبل ما نبدأ نتكلم على الباب الثالث احنا متعودين نعمل مقدمة كده عامة عن المقرر. سمحنا اتفقنا وقلنا هنتكلم عن القانون الامريكي، وزي ما احنا عارفين ان الولايات المتحده الامريكيه هي دوله متحده اتحاد فدرالي، بمعنى ان في عندنا ازدواج في سلطات التحقيق والاتهام والمحاكمه زي ما احنا عارفين. فطبعا هيبقى عندنا على المستوى الاتحادي على مستوى كل ولايه يعني، وسلطه التحقيق الاصليه زي ما احنا عارفين في القانون الامريكي هي ضباط الشرطه اللي هي هيئه الشرطه او رجال الشرطه في الولايات المتحدة الأمريكية، تمام؟ وزي ما احنا قلنا ان الادعي العام هو سلطة الاتهام وبيمثل اعمال الاتهام، وبرضه بيبقى خصم في الاجراءات امام المحكمة ذات نفسها، ويبقى له دور في برضه بعض المفاوضات مع الاعتراف مع المتهم طبعا. وزي ما احنا قلنا قبل كده ان بيلزم الحصول على موافقة الادعي العام قبل تقديم اي طلب او بعض الطلبات يعني اللي هي خاصة بالاوامر الماسة بالحرية من القاضي يعني او من المحكمه بمعنى اصح، تمام؟ وزي ما احنا قلنا ان الاوامر اللي هي الخاصه او المسه بالحريه الشخصيه لا، ان الشرطه هناك لا تملك ولا حتى الادعاء العام، ولكن برضه يجب صدور الامر من المحكمه طبعا لانها بتتعلق بالاجراءات المسه بالحريه زي ما احنا قلنا، وده طبعا متعلق بالتعديل الرابع من الدستور الامريكي اللي بيشترط توافر اللي هو السبب المحتمل على ارتكاب المتهم بجريمه، تمام؟ وزي ما احنا قلنا ان في بعض ان الشرطه ما بتملكش ولا الادعي العام بيملك حتى حبس المتهم، زي ما احنا قلنا على سن ده اجراء من الاجراءات الماسه بالحريه الشخصيه للمشتبه به او الجاني ذات نفسه طبعا، وبيلزم صدور امر من المحكمه زي ما احنا قلنا، وبيجب بقى لرفع الدعوه ده من المحكمه من قاضي بيجري استماع بقى اولي للدعوه، تمام؟ او من هيئه محلفه الاتهام ذات نفسه. وزي ما احنا عارفين ان اغلب قواعد الاجراءات الجنائيه في القانون الامريكي بتعتبر ثمره لتفسير المحكمه العليا للولايات المتحده الامريكيه ذات نفسها والاحكام المستقره والمحكمه العليا في الولايات المتحده الامريكيه، ان لا يجوز لها ان تنقص عن بعض المبادئ المستقره في الدستور الرابع للولايه، تمام؟ وزي ما احنا قلنا برضو بالنسبه للقانون الالماني ان سلطه التحقيق الابتدائي في القانون الالماني هي النيابه العامه او الشرطه المعونه للنيابه العامه، ونفس الوضع قريب من القانون الامريكي برضو ان الرقابه على الاجراءات الماسه بالحريه زي الاوامر الصادره بالقبض والتفتيش والاوامر الماسه بالحبس الاحتياطي لابد انها تصدر من قاضي التحقيق، تمام؟ وزي ما احنا قلنا برضو ان الامر الصادر بالاحاله بيصدر من النيابه العامه لنظر الدعوه امام المحكمه الجنائيه. وزي ما احنا قلنا برضو ان لابد ان يصدر قرار بافتتاح الاجراءات من محكمه الموضوع. ولكن بقى عشان نتكلم النهارده على الباب الثاني زي ما احنا قلنا، يبقى عندنا اتجاهين يعني، في اتجاهين يعني، في اتجاه افرض بعض المراقبه الالكترونيه بقواعد خاصه، والاتجاه الثاني كان بيطبق النصوص الاجرائيه العامه وديت ممثله في القانون المصري. والقوانين الامريكيه والقوانين الالمانيه اللي هي قانون الاجراءات الامريكيه وقانون الاجراءات الالماني كان بيفرض برضه بعض القواعد الخاصه للمراقبه الالكترونيه. وزي ما احنا عارفين طبعا ان الحق في الحريه الشخصيه او الحق في اي حق من الحقوق الماسه بالحريه الشخصيه او اللاصقه بالانسان نفسه بيكون لها نطاق محدد وبيكون لها قيود برضه بتخضع لحرمه الحق في الحياه الخاصه. وزي ما احنا قلنا ان المصادر للحصول على الدليل الالكتروني لابد ان يحصل على دليل الكتروني بناء على امر قضائي صادر من محكمه، سواء زي ما احنا قلنا في قانون الاجراءات الامريكي او قانون الاجراءات الالماني، تمام؟ او طبعا بيمكن الحصول على الدليل بدون امر قضائي في حاله من حالات التلامس. وهنقسم الدراسه بتاعتنا زي ما احنا قلنا بالنسبه للباب الثاني للمراقبه الالكترونيه. الفصل الاول هنتكلم عن بقى افراد المراقبه الالكترونيه بقواعد خاصه، وان يعني هنفردها في مبحثين كده، المبحث الاول مراقبه الالكترونيه في القانون الامريكي زي ما احنا قلنا، والمبحث الثاني هنتكلم عن المراقبه الالكترونيه في القانون الالماني، تمام؟ الفصل الثاني هنتكلم عن تطبيق النصوص الاجرائيه اللي هي تطبيق النصوص الاجرائيه في القانون المصري.
الكلام عن حرمة الحياة خاصة في الدستور المصري وصلتها بالدستور بالدليل الإلكتروني، والمراقبة الإلكترونية في قانون الإجراءات الجنائية، والمراقبة الإلكترونية في نصوص التشريعات الخاصة. وهنتكلم عن المراقبة في قانون تقنية المعلومات اللي هو قانون 175 لسنة 2018، وهنتكلم عن مراقبة السيارات بتتبع الملصق الإلكتروني بها، والمراقبة داخل المساكن في القانون المصري، وإن شاء الله هنرجع الحديث عن المراقبة الإلكترونية في القانون المصري إلى اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله. وسيقتصر حديثنا اليوم عن المراقبة الإلكترونية في القانون الأمريكي والقانون الألماني بإذن الله. وهنبدأ نتكلم عن المراقبة الإلكترونية في القانون الألماني. زي ما احنا في القانون الأمريكي، معلش هنتكلم بقى في القانون الأمريكي بصفة خاصة. زي ما احنا قلنا إن في عندنا اتجاه أساسي بينص على إفراد مراقبة إلكترونية بالقواعد الخاصة اللي بتصدر من القاضي بناء على النصوص اللي نصت عليها قانون الإجراءات الجنائية الأمريكي، اللي كانت بتسمح لأجهزة الضبط والتحقيق باختراق الأجهزة الإلكترونية زي ما احنا قلنا، اللي هي أجهزة اتصال زي ما احنا قلنا، زي الهاتف المحمول أو الأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الرقمية. وزي ما احنا عارفين ان اجراء المراقبه والتنسق والتتبع بيتم من خلال الهاتف المحمول زي ما احنا قلنا وشرحنا كتير قبل كده، ولكن برضو كان خطه القانون المشرع الامريكي والقانون الالماني طبعا كانت بتختلف من حيث السلطه المختصه بالتحقيق ذات نفسها والضوابط للحصول على الدليل الالكتروني. وهنشوف زي ما احنا شفنا احكام كتير في احكام المحكمه العليا في القانون الامريكي، وشفنا برضو بعض الفقه والاراء الفقهيه في القانون الامريكي والقانون الالماني، تمام. وكان عندنا الاتجاه اللي كان بيتبنى افراد المراقبه الالكترونيه بقواعد خاصه زي ما احنا قلنا، اللي هي القانون الامريكي والقانون الالماني. وهنبدا بقى نتكلم عن المراقبه الالكترونيه بصفه خاصه في القانون الامريكي، تمام. وزي ما احنا قلنا ان القانون الامريكي هو عباره عن دوله اتحاد فدرالي، وزي ما احنا قلنا لابد ان يبقى فيه نتيجه لذلك يعني وجود ازدواج في سلطات التحقيق والاتهام، فبيبقى عندنا برضه على كل مستوى اتحادي سلطه اتهام وتحقيق ومحكمه خاصه على المستوى الاتحادي يعني لكل اتحاد، وطبعا بيبقى فيه سلطات التحقيق والاتهام والمحاكمه على مستوى كل ولايه. وزي ما احنا قلنا ان سلطه التحقيق الاصليه في القانون الامريكي هي الشرطه، والادعي العام زي ما احنا قلنا هو كان بيقوم برضه او وظيفته الاساسيه هي القيام باعمال الاتهام فقط، على اساس ان هو يعتبر خصم في الاجراءات امام المحكمه، وكان بيلزم الحصول على موافقه المدعي العام قبل تقديم اي طلبات الى اللازمه لاصدار الاوامر الماسه بالحريه زي ما احنا قلناها بمعناها الواسع، زي الضبط والتفتيش والحبس او مد الحبس الاحتياطي. والاوامر دي طبعا ما كانتش تملك الشرطه ولا الادعي العام اتخاذها، وكان يجب صدور امر بها من المحكمه المختصه وفقا للتعديل الرابع والضوابط على اساس توافر السبب المحتمل زي ما احنا قلنا، ونظريه السبب المحتمل في القانون الامريكي ده نص عليها التعديل الرابع من الدستور الامريكي. وزي ما احنا قلنا برضو ان الشرطه والادعي العام ما كانش بيملك حبس المتهم احتياطي او تقييد حريته، وكان بيلزم صدور امر من المحكمه المختصه، وعشان نرفع الدعوه امام القاضي الجنائي كان لابد من تأييد الاتهام من قاضي وبيسمع الدعوه او من هيئه محلات الدعوه، وبناء عليه يتم رفع الدعوه امام المحكمه الجنائيه المختصه. وكانت برضو معظم القواعد الإجراءات الجنائية في القانون الأمريكي كانت زي ما احنا قلنا كانت تفسير لأحكام المحكمة العليا للولايات المتحدة اللي كانت بتطبق الدستور الأمريكي زي ما احنا شفنا قبل كده في أحكام القضايا الأمريكي في قضية مثلا كاربنتر الشهيرة. وكان عندنا بالنسبة للتعديل الرابع للدستور كان بينص على أن للناس بقى الحق في حرمة أشخاصهم ومنازلهم وأوراقهم ومتاعهم من التفتيش والضبط غير المبررين، تمام؟ ولا يجوز بقى أن يصدر أمر بذلك إلا إذا توفر سبب محتمل يؤيد بحلف يمين أو إقرار، حلف اليمين ده من الضابط يعني أو إقرار من المتهم ذات نفسه، ويجب على وجه خاص وصف المكان، يعني يجب أمر لما يصدر من المحكمة لابد أن هو يوصف المكان الذي سيجري تفتيش أو الأشخاص أو الأشياء التي سيتم ضبطها.
تمام. وزي ما احنا قلنا ان كان النص دوت ما بيتناولش المربع القانوني زي ما احنا قلنا، ولكن القضاء الامريكي وسع في تطبيق النص دوت، وعلى اساس ان حق الشخص في الخصوصيه كان لابد من الحصول على امر من المحكمه على اساس الضوابط اللي نص عليها المشرع الامريكي والدستور الامريكي، وكان الاجراء اللي بيتم بموافقه الشخص ده كان استثناء، وحاله رضا الشخص بالاجراء ده كان استثناء من الضوابط النص عليها المشرع الامريكي، او حتى توفر ظروف ملحه يعني، على اساس برضو كان في برضو بعض الحالات اللي كان بيتعرض لها الضابط وكان لابد من يعني يتعرض لاذى مادي مثلا مامور الضبط اللي هو ضابط الضبط ذات نفسه يعني، او ان الدليل ذات نفسه قد يتعرض للتلف، او ان المشتبه به او الجاني ممكن ان هو يهرب، تمام. فكان دي بعض الحالات على سبيل الاستثناء اللي بيجيز فيها لمامور الضبط القضائي زي ما احنا قلنا القيام باتخاذ اجراء القبض في بعض الحالات على سبيل الاستثناء اللي نص عليها الدستور الامريكي. والفرق بقى بين الحصول على امر من المحكمه ذات نفسه باتخاذ اجراء معين وبين اعمال ضبط ضوابط التعديل الرابع من الدستور ذات نفسه. زي ما احنا قلنا في عندنا قاعده عامه ان الاجراء لابد ان هو يتسم بشده مساسه بالخصوصيه على اساس ان انا احصل على مذكره باجراءه من المحكمه، ولابد من توافر الضوابط النص على التعديل الرابع من الدستور. القانون الامريكي في بعض الحالات كان بينص على الحصول على امر من المحكمه عند اتخاذ اجراء معين زي ما احنا قلنا، زي طلب معلومات باسماء اصحاب ارقام هواتف من الشركات اللي هي بتقدم خدمه الهواتف المحموله، وبتحديد برضه اشخاص اصحاب الحسابات على شبكه الانترنت. وزي ما احنا قلنا طبعا ان الامر ده ما كانش بيتطلب القانون الامريكي توافر شروط التعديل الرابع، وزي ما نص قانون الاتصالات المخزنه بمعرفه مزودي خدمات تقنيه المعلومات اللي هو القانون كان صادر في سنه 86 وكان جزء من قانون خصوصيه الاتصالات الالكترونيه. القانون ده اتغمد عليه في سنه 94 زي ما احنا قلنا قبل كده، وكان بيسمح لسلطه التحقيق والاتهام بموجب امر من القاضي ان هي بتلزم شركات الاتصالات اللي هي شركات الهواتف المحموله يعني بكشف بعض السجلات الاتصالات، واذا كانت بتقدم وقائع محدده ومكتوبه وكان هناك اسباب معقوله على اساس ان السجلات دي مطلوبه او بشكل لازم في تحقيق جاري يعني موجود حاليا يتم التحقيق في وقعه معينه، وان الاجراء دوت لابد ان هو يصدر من قاضي. زي ما احنا شفنا قبل كده ان كان محكمه الموضوع كانت بترى ان المساس بالخصوصيه دوت بيستوجب صدور امر او مذكره من القاضي وفقا للضوابط اللي نص عليها المشرع الامريكي واللي نص عليها التعديل الرابع. ولكن برضه كانت بتتبع بعض المواقع اللي بيقوم الشخص بالتردد عليها ويكون حائز لهاتف محمول، وزي ما احنا شفنا في قضيه كاربنتر ان المحكمه العليا كانت بتشترط ان هو ما يكفيش بره مجرد صدور امر من القاضي بكشف المعلومات دي، وكان يجب خضوع الاجراء للتعديل الرابع وقيام الامر الصادر من القاضي على السبب المحتمل. زي ما احنا قلنا بقى كان في عندنا ضوابط المراقبه الالكترونيه في التشريع الامريكي. المشرع الامريكي ذات نفسه كان اصدر عدد كبير من التشريعات يعني، وكان بيوازن فيها بين التعديل الرابع للدستور وبين التحقيق البنائي في وقع من الوقائع، وكانت اهم التشريعات زي ما احنا قلنا اللي هو قانون مراقبه الاتصالات وقانون انشاء السجلات وتتبع وقطاع اثر الاجهزه الالكترونيه، وقانون خصوصيه الاتصالات الالكترونيه وقانون الخصوصيه، وكان القانون مراقبة الهواتف الأشخاص يعني كان بيحمي من اعتراض اتصالاتهم على أساس إن هي إذا كانت بقى سلكية أو شفهية أو إلكترونية حتى من التصنت اللي هو بيقع من مأمور الضبط القضائي، وكان بيطبق القانون على المراقبة اللي كانت بتعتبر التنصت خفية على المحادثات الشفهية طبعا وعلى الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية زي ما احنا قلنا، أو على الرسائل الصادرة من الجهاز الكمبيوتر عن طريق البريد او الايميل يعني اللي هي الرسائل اللي هي البريد الالكتروني. وكان بيجوز للقضاء ان هو يصدر باسباب قويه يعني امر لاجهزه الضبط بيجيز فيها اعتراض هذه الاتصالات، وكان بيقدم خلف تلك النصوص الى توقيع عقوبات جنائيه وجزاءات مدنيه على اساس بطلان الدليل اللي هو متحصل من
تلك الاجراءات على اساس القاعده اللي كانت مشهوره، القاعده الاصوليه المشهوره في القانون الاجراءات الامريكيه، اللي هي استبعاد الدليل المتحصل بطريق غير مشروع. وكان بيقتصر برضه قانون انشاء السجلات واتفاق اصل الاجهزه الالكترونيه على جمع بيانات التعريف اللي هي متصله بالاتصالات، على خلاف بقى قانون مراقبه الاتصالات اللي كان موضوعه اللي هو مضمون الاتصال. و زي ما شفنا برضه في قانون تتبع السجلات كان بيقتصر على بيان المعلومات اللي هي بتتعلق بعناوين البريد الالكتروني وارقام الهواتف المتصله بها وارقام هواتف المكالمات الوارده والصادره. وكقاعده عامه بقى كان بيجب على رجال الضبط الحصول على امر من القضاء زي ما احنا قلنا قبل قيامهم يعني بالتنقيب عن بيانات التعريف الخاصه بالاتصالات اللي هو الاي بي زي ما احنا قلنا قبل. كان بالنسبه بقى لقانون خصوصيات الاتصالات الالكترونيه كانت النصوص فيه بتتعلق بالسجلات الالكترونيه والملفات المخزنه لدى مقدمي الخدمات اللي هي شركات الهاتف المحمول. وكان القانون بيكفل حمايه للبيانات المشتركين في خدمه البريد الالكتروني والخدمات المخزنه لدى مقدمي خدمه الانترنت من الكشف عنها طبعا بدون اذن خاص. لابد ان يصدر اذن خاص من المحكمه، وكان لابد ان الاذن دوت يتطلب القانون ذات نفسه الامريكي للاطلاع على المعلومات المخزنه بناء على مذكره بتقدم الى المحكمه لصدور الامر بالتفتيش، وذلك وفقا برضه للضوابط المنصوص عليها بالتعديل الرابع من الدستور الامريكي. وكان برضه الحصول على اذن من القضاء لابد ان يكون يعني المعلومات المطلوب كشفها طبعا لابد انها تتصل بالحساسيه على اساس انها تعتبر من الاسرار الخاصه بالعميل يعني. وزي ما احنا قلنا ان المعلومات الخاصه بالاتصالات المخزنه في جهاز الكمبيوتر الخاص بالشخص المشتبه فيه او اللي هو الجاني يعني، كانت قانون بينص على اعتبار اللي هي المواد المخزنه لدى طرف ثالث اللي هو شركه الهاتف المحمول يعني، كان لابد ان هو يمر عليها اكثر من 180 يوم على اساس ان هي معلومات مطروقه، وكان بيجوز رجال الضبط ان هم يقدموا افاده مكتوبه على اساس ان المعلومات المطلوبه دي تخص تحقيق جاري بالفعل، وكانوا بيطلعوا على الرسائل اللي مضت عليها المده اللي هي 180 يوم ديت، وبيستخدموا ذات نفس الشركه المستخدمه بالخدمه ديت اللي كانت بتحتفظ بالرسائل اللي هي الصادره والوارده المخزنه في بريد الشركه ذات نفسه الالكتروني اللي هو عند مقدم الخدمه اللي هو الشركه يعني، كان لاجل غير محدد، وكان بيتيح لرجال الشرطه طبعا الاطلاع على المعلومات المخزنه اللي عدى عليها اكثر من 180 يوم، وكان يجب اللجوء على الحصول على امر من المحكمه في حاله الاطلاع على المعلومات من جهاز المستخدم الشخص ذات نفسه. دي اللي نص عليها قانون الخصوصيه، وكان بيحمي انتاج المؤلف الفكري زي الصحف والمدونات الالكترونيه على شبكه الانترنت. وفي سنه 94 زي ما احنا شفنا تم تعديل قانون مساعده الاتصالات لانفاذ القانون. وفي سنه 2004 طبعا طلبت الشرطه الاتحاديه وبعض المكاتب والوكالات الامنيه في التحقيقات الجنائيه طبعا ان هي توسع من نطاق تطبيق القانون ليشمل برضه تسجيل الصوت عبر الانترنت، لكن عندهم برضه كانت مشكله برضه ان هم مش قادرين يسجلوا الصوت عبر الانترنت على اساس ان هم يستخدموه كدليل في الاثبات الجنائي. وبالفعل برضه اصدرت الهيئه الاتحاديه للاتصالات قرارات في سنه 2005 واخضعت بمقتضاه مزاولي خدمات الانترنت ومقدمي خدمات الصوت عبر الانترنت لقانون الاتصالات. وده كان تطور تشريعي للمراقبه الالكترونيه في القانون الامريكي. وكانت نصوص القانون الامريكي اللي بتنظم المراقبه الالكترونيه في الولايات المتحده في سنه 67 ده كانت بدايه ظهور المراقبه الالكترونيه في القانون الامريكي، ولكن بقى المشرع الامريكي ما كانش نص على ضوابط لتسجيل المحادثات الهاتفيه. فكان في عندنا قضيه مشهوره لكاتس، كانت السلطات الضبط كانت سجلت المحادثات للمتهمين ما كانوش حصلوا على اذن قضائي في الفتره دي يعني، ما كانوش يعني يعرفوا عن اذن قضائي، وكانوا المحكمه العليا الامريكيه كانت قالت ان تسجيل المحادثات بواسطه الهواتف المحموله واعتراض الاتصالات لابد ان هو يتطلب الحصول على اذن من المحكمه المختصه. والمحكمة كانت اعتبرت ان التعديل الرابع للدستور اللي هو بيحمل اشخاص ومش وليس الاماكن ذات نفسها، وده المحكمة العليا الامريكية كانت اخذت بمعيار التوقع المعقول للخصوصية.
ولكن بقى الحكم دوت كان الشارع الامريكي كان في سنه 68 اصدر قانون بيجيز تسجيل المحادثات الهاتفيه في التحقيقات الجنائيه، ولكن بشرط الحصول على اذن من قاضي وعلى اساس توافر الضوابط اللي نص عليها التعديل الرابع من الدستور الامريكي. وهنتكلم بقى عن ضوابط الامر بالمراقبه العاديه. المحكمه العليا كانت وضعت ضوابط للامر الصادر بالمراقبه، وكان ده على اساس ماده دستوريه قانون اصدرته ولايه نيويورك كانت بتجيز التنصت على المحادثات، والمحكمه ذات نفسها ابطلت في قضيه شهيره قضيه بيرجر سنه 67، واعتبرت المحكمه ان تعبير التفتيش ده الوارد في التعديل الرابع للدستور كان بيتسع للمراقبه الالكترونيه، وكان من ضمن اسباب القضاء والمحكمه بعدم دستوريه القانون دوت ان هو بيجيز مد الاذن على اساس ما بيتطلبش توافق بقى السبب المحتمل في المد الاذن يعني، وكان ما بيحددش زمن لانهاء الاجراء ذات نفسه. كان القانون بيجيز مد الاذن لمده شهرين وما بيضعش حد اقصى لانهاء المد ذات نفسه مده الاذن. وان المحكمه كانت اوجبت توافر ضوابط للامر الصادر بالمراقبه الالكترونيه، وكان لابد ان هو يستقيم مع التعديل الرابع للدستور، وكان بيشترط تطبيق معيار السبب المحتمل زي ما احنا قلنا اللي هي نظريه السبب المحتمل ووجود جريمه ارتكبت بالفعل او على وشك الوقوع. وكان يجب ان هو الطلب اللي هو المراقبه كان لابد ان هو لو بيطلب التنصت على الهاتف المحمول كان يجب ان هو المراقبه تكون محدده المده ومقيده بحد ادنى على اساس ان الاذن بالمراقبه يجب ان يتوفر فيه السبب المحتمل على اساس الايه الامر بالمد بعد انتهاء الامر الاصلي اللي هو الصدر بالتنصت، كان يجب توقف المراقبه بمجرد تحقق الغرض من الامر بتسجيل المحادثات. كان يجب ان القائم بالاجراء ان هو يرجع للمحكمه اللي اصدرت الامر وللنظر فيه وتتقيد باستخدام المحادثات المسجله، وما كانش يجوز لمنح رجل الضبط يعني سلطات واسعه في ضبط المحادثات بذات القدر المقرر للمتهمين او المشتبه فيهم في بعض الجرائم اللي نص عليها المشرع الامريكي. وهنتكلم بقى عن المراقبه بناء على طلب اجهزه الاستخبارات الامريكيه. كانت بعض الضرورات السريه في بعض القضايا كانت بتستلزم ان الاستخبارات الخارجيه بتقوم بالتحقق، ولابد ان هو يصدر من الشارع الامريكي قانون خاص اللي هو كان صدر في سنه 78 كان بينص على اجراءات المراقبه اللي بتجريها اللي هي اجهزه الاستخبارات الخارجيه، وبموجب القانون دوت كان يجوز للسلطات الامن الاتحاديه ان هي تجري التحقيق باستخدام وسائل للمراقبه والتنصت الالكتروني. كان لابد ان هي تحصل على اذن بالمراقبه من المحكمه الاتحاديه خاص. عشان تحصل على الاذن لاجهزه المخابرات الخارجيه في بعض القضايا اللي بتهم الامن القومي. وكان عندنا يعني احداث مشهوره في 11 سبتمبر 2001 زي ما احنا قلنا، طبعا كان المشرع الامريكي صدر قانون اسمه قانون باتريوت اللي هو قانون الوطنيه. وكان الغرض من اصدار قانون باتريوت ده طبعا ان هو يمد رجال الضبط بادوات مهمه في التحقيق على اساس برضه وقوع انشطه ارهابيه زي ما احنا شفنا في الفتره دي. وكان قانون الباتريوت ده اتعدل على اساس ان هو قانون مراقبه الاستخبارات الخارجيه على اساس ان هم يوسعوا برضه من سلطات الدوله في الحصول على المعلومات طبعا، وده طبعا كان اثار بعض الانتقادات من المنظمات اللي هي تدعو للحريات المدنيه. وكان في برضه جدل كبير على اساس ان التعديلات دي في المجتمع المدني، ولكن الكونجرس كان حاول ان هو يوفق برضه بين الامن القومي للدوله وبين الحفاظ برضه بين الحقوق والحريات على اساس يعني يتم حاله من التوازن بين حق الدوله في اتخاذ الاجراء وحريات والحقوق والحريات اللاصقه بالشخص. وكانت سياسه يعني اللي لجأ اليها الكونجرس الامريكي كانت بتطبق تعديلات برضه مثيره للجدل في الفتره دوت على اساس كان بينص على تواريخ محدده بينتهي بعدها العمل بالقانون يعني. التعديلات الثلاثه دي كان عندنا التعديل الاول كان تم بقانون اصلاح الاستخبارات ومنع الارهاب، ده كان في سنه 2004 اللي على اساسه تمت الاجراءات المتبعه امام محكمه الاستخبارات من اجل الحصول على امر بمراقبه غير المواطنين الامريكيين.
وده كان بيساهم في جرائم الإرهاب الدولي، وفي برضه على أساس إن هو يخفف من بعض الاشتراطات الإذن ووجود صلة بين الشخص المشتبه به وبين جهات خارجية، على أساس يعني القيام ببعض العمليات الإرهابية. وكان في عندنا تعديل تاني كان برضو كان تم على قانون الباتريوت اللي احنا قلنا عليه دوت، اللي هو كان صدر في 2001، وكان يعني كان بيحاولوا يسهلوا من الإجراءات الأمر بالمراقبة، كان على أساس نص في المادة 205 من قانون الباتريوت نفسه. وكان في عندنا تعديل ثالث برضو كان على تعديل اللي هو قانون الباتريوت دوت، المشرع الامريكي كان بينص على اجبار بعض الاشخاص يعني ان هم يقدموا اي اشياء ماديه لا علاقه بتحقيق يجري فعلا في عن طريق اختصاص الاستخبارات الخارجيه او خاصه بالارهاب الدولي او الجاسوسيه، وفقا لنص الماده 215 من القانون الاجراءات الامريكي. التعديلات دي كانت بتسمح لسلطات الدولة بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بهواتف الأشخاص والأجهزة الرقمية، على أساس أنه كان بيجوز لهم طلب الوصول إلى سجلات الشركات عشان يحصلوا على معلومات للتحقيق من خلال الاستخبارات الخارجية من غير اللي هم الأمريكيين أو بعض الأنشطة الإرهابية. ولكن برضو المشرع الأمريكي كان بيقلل من الضوابط اللي بتطبقها المحكمة يعني عند الحصول على أمر من القاضي بالإجراء يعني. والكونجرس الأمريكي كان مدد العمل بنصوص دي عدة مرات على أساس بعد سنة 2005. وفي سنة 2013 بقى بدأ الإعلام يعني طبعا يعني أثار انتقاد وكالة الأمن الوطني هناك، وكان على أساس إن هو بيجمع بيانات التعريف للهواتف الرقمية لمستخدمين كتير يعني. طبعا ده كان أثار جدل كبير، والمادة 215 اللي احنا قلنا عليها ديت كانت بعد انتهاء العمل بالنصوص في 2015 كان الكونجرس أصدر قانون جديد بقى سماه قانون الحرية. والقانون ده كان بيضع قيود على سلطات الدولة بأنشطة الاستخبارات الخارجية، ومادة القانون ده اتعمل لديسمبر 2019 يعني بقاله سنتين يعني، ومد بعد كده ل 15 مارس 2020 اللي هو العام الماضي، وما يعني ما تجددش العمل بالقانون دوت يعني حتى الوقت الحالي، ويعني يعتبر اتلغى بمعنى أصح. وهنتكلم بقى عن الإذن بالمراقبة في القانون الأمريكي. زي ما احنا شايفين المشرع الأمريكي كان وضع لنا المادة 2518 في قانون الولايات المتحدة الأمريكية، كان وضع لنا شروط كتير يعني على أساس حصول الإذن من القاضي بالمراقبة الإلكترونية، على اساس برضه ان يجب ان هو يتضمن طلب المراقبه الالكترونيه بيان خاص بطبيعه ومكان الوسائل اللي هي المطلوب الاذن بها يعني، على اساس اعتراض للاتصال منها او فيها يعني. وكان بيجب ان الطلب دوت يقوم على السبب المحتمل اللي يعني على اساسه توافر وسائل في المكان ذات نفسه اللي تتضمن اتصالات سلكيه او شفويه او الكترونيه بيتم استخدامها ويكون لها صله بين الجرائم ونص على القانون يعني. وكان يجب ان الطلب ده بيتقدم لقاضي طبعا من الادعي العام، زي ما احنا قلنا لابد ان هو يقدم الطلب من الادعي العام لقاضي، وان الطلب ده يكون معزز برضه بحلف يمين من مامور الضبط اللي هو ضابط الشرطه يعني. وبمجرد صدور الاذن من القاضي كان لابد من توافر الضوابط اللي نص عليها الدستور الامريكي. وكان المشرع الامريكي في سنه 86 كان عمل تعديل برضه على اساس التطور في الكمبيوتر وتقنيات الاتصالات، وسمح باتخاذ المراقبه الالكترونيه المتنقله اللي نص عليها في الماده 2518 فقره 11 من قانون المتحده الامريكيه اللي تم تعديله عده مرات، وكان اهم التعديل الاخير في 1999. وكان الغرض من التعديلات ديت هو انه يسمح بوضع وسيله خفيفه يعني في جهاز الاتصال بيتيح التنصت على المحادثات الهاتفيه.
وهنتكلم عن المراقبه الالكترونيه المتنقله في القانون الامريكي. زي ما احنا قلنا ان المشرع الامريكي اجاز اتخاذ المراقبه الالكترونيه المتنقله على اساس ان هو يساير التطور التقني في مجال الاتصالات والكمبيوتر، وان المراقبه دي كانت يعني يمكن اجراءها مراقبه الشخص اثناء تنقله من مكان لاخر، وعلى اساس استخدام اجهزه الكترونيه مختلفه في اجراء الاتصالات في ذات الوقت يعني، وكان لابد من الحصول على اذن من المحكمه في كل مره عشان يكون الضابط يعني او هيئه الشرطه باجراء المراقبه، ودون الحصول على اذن من المحكمه كل مره لكل جهاز يعني. وكان بقى الاسباب اللي دعت لاصدار القانون دوت هي رغبه المشرع الامريكي في مواجهه يعني المجرمين الخطرين يعني، اللي كانوا بيقوموا بتبديل المراقبه بين عده اجهزه على اساس برضه ان الشارع كان بيحاول ان هو يعمل توازن بين الحقوق الشخصيه وبين سلطه الدوله في مواجهه وملاحقه المجرمين. وان المشرع الامريكي كان توسع في التعديل طبعا، وكان بيتطلب شروط الاذن للمراقبه العاديه، وان الطلب ده بالمراقبه لابد ان يكون مقدم من احد رجال الضبط اللي بينتموا لهيئه اتحاديه، وان يكون الطلب ده مؤيد من المدعي العام او من نائبه او من مساعد المدعي العام او من معاونه القائم بعمل معاون المدعي العام. على اساس برضه ان بيحتوي الطلب ده على بيان بسبب اعتبار الوسائل العاديه في المراقبه مش مفيده يعني، وبيتضمن الطلب تحديد الشخص المتهم بارتكاب الجريمه او الاتصال اللي بيخضع للمراقبه. وكان المشرع الامريكي اوجب ان يتبين القاضي المطلوب منه اصدار الاذن الوسيله العاديه للمراقبه غير عاديه يعني. على اساس ان المشرع برضه كان بيتطلب اجراء تعديل في سنه 98 على الماده 2518 اللي كانت بيقصد الجانب محاوله يعني تجنب المراقبه العاديه بموجب التعديل والغي الشرط دوت، وكان لابد من انصراف قصد مجاني الى التهرب من المراقبه العاديه. هنتكلم بقى عن المراقبه المتنقله امام القضاء الامريكي في قضيه شهيره برضو لتوميرو، والقضيه دي كانت تهم من الادعي العام 34 متهم بارتكاب جرائم متنوعه بعمليات جريمه منظمه، كانت بتقوم بقى احدى العائلات الاجراميه، وكانت الشرطه الاتحاديه قامت بتسجيلات على اساس التنصب على محادثات المتهمين من خلال برضه ان هم بيتحكموا في الهواتف النقاله، والمتهمين كانوا دفعوا ببطلان الاجراءات اللي تمت باستخدام التقنيه اللي استخدمتها الشرطه. والاتحادات الشرطه الاتحاديه الاف بي اي كانت يعني على اساس ان عائله كبيره جوفينوس دي كانت بتقوم بتشكيل عصابي منظم، كانت معروفه من العائلات الاجراميه في مدينه نيويورك، واتحادات الشرطه كانت بفرض عال قيام افراد العصابه ديت او العائله ديت، وكان اسمه جون أريديدو واللي بيحتل مكانه رفيع في العائله، وعملت سلطه التحقيق من خلال بعض الشهود المتعاونين معها، وكانوا بيتقابلوا في بعض المطاعم بالمدينه اتفاق وعلى نشاطهم الاجراميه، وطلبت الشرطه اصدار امر بالمراقبه وتسجيل المحادثات الشفويه للمتهمين في المطعم يعني على اساس اصدار اذن من القاضي، ورجال الضبط قاموا بوضع اجهزه التنصب في المطعم اللي هي الاجهزه العاديه يعني. على اساس ان المراقبه كانت اسفرت عن ان المتهمين كانوا بيتقابلوا في ثلاث مطاعم مختلفه، واللي شد حرصهم طبعا على ان الشرطه كانت بتختطف اثارهم، واثناء تنفيذ الامر بقى اكتشف المتهم وباقي افراد العصابه يعني وجود اجهزه التنصت في ثلاث مطاعم، وكانوا شداد الحرص طبعا ان هم ما يتقابلوش، وسلطات الضبط كانت عرفت يعني ان هم بيجتمعوا في مطاعم ثلاثه مختلفة يعني، فقامت بقى من خلال بقى التنصب على الأجهزة المحادثات الهاتفية، وكانت لابد من توافر المتهمين على درجة عالية من الخطورة والحذر، وكانوا بيتجنبوا المحادثات الهاتفية، وإن الشرطة كانت عرفت إن المتهم الثاني هيكون بقى بحمل وتبادل رسائل بين المتهم الأول وباقي أفراد العائلة يعني، وإن على أساس إن مراقبة الشرطة طبعا كانوا بيستخدموا المتهم الثاني اللي هو بيليسيو، اللي هو ده كان يعني طلبوا منه ان هو يستخدم ويركب وسيله التنصت في الهاتف المحمول اللي هو للمتهم أريديتو، وده على اساس ان هو بيسمح للشرطه وجلب الشرطه بالتنصت على المحادثات الشفويه.
كانت بقى الشرطه كانت طلبت الاذن من القاضي بتركيب اداه التنصت على الهاتف المتهم الثاني، وتم تمديد الاذن من القضاء عده مرات، واستمرت الشرطه من خلال المراقبه على اساس ان هي تعرف الاماكن اللي بترتب بها المتهمين وافراد العصابه، وتم التسجيل عن طريق الشرطه عن طريق المتهم بليزيو دوت، وتم التعاون مع المتهم بليزيو، وتم ازاله وسيله التنصت من الهاتف المحمول، وقاموا بتسجيل المحادثات مع باقي افراد العصابه باستخدام جهاز التنصت العادي، واللي كان بيسمح بمراقبه وتسجيل المحادثات. وفي اثناء المحاكمه دفع المتهم بليزو على اساس ان هو يعني كان تم الاتفاق مع اجهزه التحقيق والاتهام، وبرضه ادين وحكم عليه بعقوبات مخففه. ولكن ده اثناء دفاع المتهمين في اثبات يعني في شان الاثبات بالمراقبه المتنقله، كانوا برضه دفعهم على اساس ان سلطات التحقيق والتنصت كانت من خلال الهاتف المحمول. واثناء المحاكمه المتهمين دفعوا مثلا باستبعاد الدليل المتحصل بالمراقبه المتنقله، على اساس ان الدستور كان بيقول بالتحديد وصف خاص بالمكان اللي بيراد تفتيشه. وكانوا دفعوا بالدفع بالمساس بالحق في الخصوصيه، على اساس برضو ان الدستور كان بيقول بالتحديد وصف للمكان اللي بيراد تفتيشه، ودفعوا بعدم دستور نص الماده 2518 اللي كان بيجيب